يكتب الله الجواد الله يرحم الوالدي الله يدخلوا عليه بالرحمه المرضين السبيل. السلام عليكم اصدقاء بخير. هذا الصديق ديالنا والدراري ديالنا ثلاثه اسابيع يعني توفى وهذا راح واحد الحديده السير اللي جات يعني خبر بحال الصاعقه. يعني الدراري هذو الله عمرها سلعه ودراري ترانكيل ودراري مخالقه يعني ما الدراري ماشي مشاكل. او واش غنقول لك؟ اجل وصل ديالو. الدراري الله عمرها سلعه الدراري مزيانين وتسقسي اي واحد فيما مشيتي. محمد جيبوط وحاتم وسهيل هذو الدراري كاملين الله عمرها سلعه الدراري يعني قرايات انك تعرف. التاو ديالو سي محمد كنعرفو واحد السيد شاب الله عمره سلعه هو اللي بقى عند باه هو اللي عند باه هادي ماشي بزاف توفات الوالده ديالو هو مسكين هو اللي بقى عند الوالد ديالو الله يصبها الاب ديالو وجاتنا واحد الفاجعه البارح باللي ما صيغناش ما صدقناش فهمتي اللي كيقول ما صيغ ما انت كتعرف المسائل ديال الفيسبوك وكذا وهادي ما كتصيغش ومن جاتنا الفاجعه حتى واحد ما تقبلها وقاد هذا الله هذا تصاب يعني مسكين الولد ظريف ماشي زعما يعني معشي معشي معرف ولكن كيما الولد ظريف ولد الناس وتبارك الله ثم شفتوا شحال الناس جاوا يعني انسان كيكون مزيان يعني كلشي كيجي عنده مسكين الله يرحمه ويوسع عليه. ايوا تلقيت الخبر انا البارح باللي في فيسبوك وصراحه واخا ماشي بحال اللي كنقولوا يعني ماشي صاحبك وماشي من حومتك ولكن كتحس بواحد فهمتي انسان ملي كيتوفى كتحس بواحد الشعور في شكل فهمتي يعني كاملين الليل هادشي اللي كاين ومسكين الله يرحمه ويوسع عليه وثما كتشوفوا راه ثلاثه صحابو دفنوا يمكن واقيلا معاه هنايا جوج صحابه في موطع واحد وإن إلا إن راجعون وكاملين الليل هادشي اللي كاين وكنتمنى الله يغفر لنا الناس كاملين يرحمهم مساكن هادشي اللي كاين مرضيين من هذيك خانة اي والله مرضيين ما هما مرضي الوالدين ديالو ولي عند بابه يماه توفات قبل منه وعمورها أخت ديالو دابا هو يعاود مرضي الوالدين شكون مرضي الوالدين بوبرين الله يغفر له غفر لجميع المسلمين محمد شكون نطلبوا انا اي والله. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.